استخدام المناظير في أمراض النساء متعددة. في عندنا إزالة الأكياس الرحم، إزالة الأكياس على المبيض وإزالة الرحم، عندنا إزالة برضو الشائع عندنا الألياف على الرحم، عندنا برضو إزالة القناة فالوب في حالة الحمل في القناة، ونلجأ برضو للمناظير الرحمية في تشوهات التجويف الرحم، أو عند وجود لحمية أو وجود ألياف في تجويف الرحم. الألياف حاليا تقوم بمهام فتح البطن، وطبعا فتح البطن له مشاكل عديدة، فالمناظير هذه طبعا تجعل رجوع المرأة إلى حياتها الطبيعية وإلى روتينها أسرع، وعودتها لنشاطها الطبيعي.